يعني زي ما كنت بحكي دلوقتي لحضراتكم، في قوة اقتحمت البيت عند الراجل ده، هو موظف عادي جدا في أسيوط. لقوا جوه البيت جسم مجسم لتابوت جواه مومياء وبكرتونته كده زي ما بيقولوا كده يعني، ده غير تابوتين جواهم المومياء بتاعتهم، تابوت على جزئين من المرمر، تمثال خشب عليه رسوم ونقوش فرعونية، عملات، تماثيل صغيرة، ألواح حجرية، جعارين، قلادات، عنده 1118 قطعة أثرية، يعني تقريبا عنده مقبرة كاملة بمشتملاتها كانت جوه بيت هذا الموظف. يعني فعلا كده نقدر نقول ان البيت كانه متحف، بيت الراجل ده كانه متحف، يعني ناقص بس كانوا ايه يعني يدخلوا المطبخ يلاقوا جواه هرم ولا حاجه. طبعا الشرطه قبضت على الموظف وتم تحويل كل القطعه دي للجهات المختصه، واثبتت انه الجهات المختصه يعني اثبتت ان القطعه دي اثريه 100% وانها بترجع لعصور مختلفه من التاريخ. يعني تحسوا الراجل بيته متحف بجد، كنز علي بابا جوه بيت الراجل ده.